كل حاجه نزل اسعارها. كل حاجه نزل اسعارها، في حاجات نزل اسعارها للنص، وفي 300 جنيه و200 جنيه. وبيت السوري النهارده عامل لكم عرض جبار لكل العرايس، كل الحاجات الموجوده في المكان نزل سعرها. اقل حاجه النهارده في الخصم هيبقى من 50 ل 70 ل 100، والبطاطين والالحفه نزل من ثمنها 300 و400 جنيه. وعامل عرض كمان اللي هتاخد حاجات ب 15000 جنيه ليها بطانيه محترمه هديه للعروسه، واللي هتاخد 25000 جنيه حاجات للعروسه في عليها مفرش سوفت هديه، حاجه محترمه قيمه. البيت السوري كل شغله براندات وترندات، ويا ريت اللي يخش هناك ما يمشيش مع اي سمسار. النهارده هنشوف تشكيل حلو جدا من مفروشات العروسه، من اول الفوط اطفال وكبيره، معانا اطقم السراير الصغيره والكبيره، معانا كمان اطقم العمريه سواء اطقم سراير الاطفال او الاطقم بتاعه العرايس الكبيره. عندهم تشكيل كمان لشغلهم، شغل اقطام 100%، شغل مطرزات سوريه، ده مصنعهم وعامل عليه عرض جبار يا جماعه. كل المصانع والبراندات الكبيره موجوده عندهم، يعني عايزين السروج، ديوريل، دولار، الماركات الكبيره دي كلها هتلاقوها موجوده عندهم. عندهم كمان البرانس للحفه، عندهم بطاطين، مفارش سوفت، مفارش قطيفه، مفارش اطفال، الحفه اطفال، كل ما يخص المفروشات حرفيا هتلاقيه موجوده عند البيت السوري. وهناك بيتميز ان هو بيديك اسعار من الاخر، اسعار جمله الجمله، العنوان بتلاقوه متصور في اخر الفيديو. يا ريت اللي يمشي ما يمشيش مع اي سمسار، ادخلوا على طول اسالوا على هاشم الكبابجي، هم في وش على طول. بس بالله عليكم ما تبخلوش عليا بلايك وشير وعلى بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا ابراهيم؟ ايه الاخبار؟ حضرتك طيب وبخير وصحه وسعاده. النهارده عند البيت السوري، في البيت السوري 13 شارع الغوريه بجوار كباب ابو هاشم. تمام. في اسعار نزلت جدا جدا، في تحطيم في اسعار، عاملين شويه تفوق حلوين كويسين، الزبون متابع المياه هناك برضه، عاملين خصومات وغلطات على الحته والبطاطين والخصومات اللي كده. الاسعار نزلت، الاسعار نزلت بطريقه يعني نشوف العروضات معانا زي كده في المنيات وفي الحته والبطاطين والكوبرتات والحته، كل حاجه نزل اسعارها. كل حاجه نزل اسعارها. هنبدا باول عرض معانا زي انا عايز اقول، في حاجات نزل اسعارها للنص، وفي 300 جنيه و200 جنيه و400 في الحاجات دي اسعارها نزلت فعلا. تمام. هنبدا بايه؟ قطن عمريه مقاسات كبيره، خمس قطع، متاح منه الالوان بتاعته ده طقم عمريه خمس قطع، الرسومات كلها موجوده. والطقم ده كان عامل 250 جنيه، النهارده عامل 200 جنيه. ده ب 200 جنيه الخمس قطن ب 1000، ولو عايزه قطع برضه حلو قوي، قطع متاح شحن يا جماعه داخل القاهره. يعني بص ادي كده اربعه، هات لنا واحد كمان معلش كده. بصوا كده، ده لون وده لون، ده الوان كتير قوي يا جماعه، اشكال ورسومات مني زي ده اللي هو العمريه زي ما انتم شايفين. العمريه العرض بتاعه الخمس قطن، الخمس قطن ب 1000 جنيه، واللي عايز طقم ب 250 عادي. العروسه تيجي تاخد الخمسه ب 1000 على طول يا جماعه، مش ثمن طقم اللي هو اللوكس زي ما انت عايزه. حلو قوي. ده خمس قطع، ده خمس قطع ملايه واثنين مخده واثنين خدادية. حلو قوي. ده تشكيله زي ما انت عايزه برضه، تشكيلته كلها متاحه. العرض الثاني برضه اللي هو طقم السردين مشحم، ده اللي هو التركي، ده قطن بيور، حاجه محترمه جدا، ده قطن بيور تركي. حلو قوي. متاح منه الالوان برضه بتاعته كلها موجوده، وده في منه حوالي 15 رسمه، كل رسمه عليها الشكل بتاعها. كل رسمه بشكلها، بصوا كل رسمه كده الالوان بتاعتها كلها. حلو قوي. تمام. الوانها كلها متاحه، كلها موجوده زي كده. بصوا ده شكل ثاني، وده النهارده كام يا ابراهيم؟ ده ماشي، وده شكل تاني زي كده، كل شكل مختلف عن التاني. ده الاربع تطقم عاملين 1400 جنيه، الاربع تطقم عامل 350 بدل 450 جنيه. ده ب 350، ده كان ب 450. كان ب 450. اي طقم؟ الاربع تطقم ب 1400 جنيه، الطقم يقف ب 350 جنيه. الطقم ب 350 جنيه يا جماعه، ده تركي. تمام. يعني عندنا العمريه وعندنا التركي، كل التشكيل بفضل كله موجود ما شاء الله. تسلم ايدك. تمام. الحاجات دي يا جماعه دي حاجات اقطام، مش حاجات مخلوطه ولا بلستر. دي اقطام مش مخلوط ولا بلستر. تمام. تسلم ايدك. نيجي للعرض الثاني، ده اللي هو السردين المشحم التركي اللي زي كده ممكن، متاح منه رسومات هندسيه ورسومات ورد والحاجات زي كده. تمام. مقاسات كبيره، حاجات محترمه جدا، متاح منه الاشكال برضه كلها موجوده. حلو قوي. نفس الطقم زي كده، نفس الصوره، بصوا نفس الشغل، متاح منه على فكره اللي هو الشغل العادي ده، ومتاح منه شغل الماتشنج برضه بتاعه موجود. حلو قوي. الاشكال كلها موجوده، نفس البوستر كده، نفس الطقم، ومتاح منه شويه الوان برضه. حلو جدا جدا. جديد ده عامل 380 بدل 480، 380 بدل 480، متاح منه اكثر من 50 شكل. حلو قوي. كل ده ب 380 جنيه، كل ده 380. العروضات دي يا جماعه حاجات محترمه جدا. حلو قوي قوي. 480 وصل ل 380، نزل من 800 جنيه. بتاعتها كلها موجوده بالوان وكلها موجوده. تسلم ايدك. تمام. في ايه تاني معانا؟ الحاجات بقى المطرزات برضو زي كده، المطرزات ده مطرزات برضو، ده 70% قطن، 30% بلستر، متاح منه الالوان بتاعته كلها موجوده. تمام. وده عرض بتاعه 380 بدل 480 برضو، ب 380 برضو، من ثلاث رسومات انا عندك. تمام. ده شكل تاني برضو زي كده، الرسمه بالوانها يا ابراهيم. ماشي. الرسمه بالوانها قلت لي هيبقى بكام؟ ده 380 بدل 480، 380 مطرزه زي ما تحت ال 500 جنيه. بس الاسعار بقى عاملين شويه عروضات زي ما قلنا في بدايه الفيديو زي كده. تمام. اسعار تحطيم
هنيجي للبرد رسم تاني برضه 380. بصوا ده برضه ب 380. العروسه هتيجي تاخد من هنا كل حاجه يا جماعه على 380. تسلم ايدك. تمام. الالوان كلها موجوده، الوانه كلها متاحه. برضه الطرازات السوريه برضه زي كده. ده مصنعكم انتوا بقى. اه بدل 550 450. ده النهارده مصنعهم يا جماعه. حاجه كبيره وحاجه محترمه. ده قطن 100% متاح منه الالام بتاعته. قلت لها يبقى ب 450. 450 بدل 550. بدل 550. رسمتين او ثلاث رسومات زي كده. الرسم متاح منها الالام بتاعته. بصوا كل ده ب 450 بدل 550. زي كده نفس البوست. حلو قوي. كده حاجه قطن وحاجه محترمه جدا برضو. تسلم ايدك. الوانه كلها موجوده. الوانه كلها متاحه. تمام. حاجات زي كده بواقي الوان مماثله زي كده. بواقي الوان. بواقي الوان حاجات تركيات برضو زي كده. ده ستان قطن على ستان برضو زي كده. ده قطن على ستان. بصوا الجمال. متاح منه مثلا. حلو قوي. الموديل بيبقى منه ثلاث الوان اربع الوان فبندخلهم عرض يعني. تمام. في حاجات فيها ب 750 وحاجات ب 850 وحاجات ب 780 برضو. النهارده عملناهم بكام؟ النهارده العرض بتاعه هيبقى 550 جنيه. ده ب 550. العروسه تيجي تلحق والله العظيم الشغل ده. ده 550 اهو يا جماعه. ده ب 850 جنيه. عندي منه اخر اربع حتت او حلو قوي على 550. رسومات مشكله برضو زي كده. ريش نعام برضو زي كده. حلو قوي ريش نعام ده. حلو قوي. كل ده ب 550. ماشي. في امبريال برضو زي كده. امبريال برضو الوان من الثلاث اخر اربع حتت موجودين. كام قلت كل ده ب 550 جنيه يا جماعه داخل العرض. تسلم ايدك. تمام. الطقم القطيفه ده برضه 550. مجيلك انا كده في الوسع والفول. حلو قوي ده. 550 برضه زي كده. بصوا ده برضه معانا النهارده على 550 جنيه. تسلم ايدك. تمام. 550 و 850 نزلت النهارده في العرض. 550 كل اللي هيتنا. بصوا كده كل ده النهارده معانا على 550 جنيه. حلو قوي. شكله كذا موديل على زي كده زي ما قلنا كده. تمام. الموديلات دي بتبقى من بقى حته او اثنين في الموديل او ثلاثه اربعه بالاقصى حاجه. بنعمل لهم عروض. الالوان بتاعتها موجوده. ده كل اللي احنا اتفرجنا عليه في تشكيل كبير جدا من اللي هو المكسر الالوان 550 جنيه. تمام. نيجي لشغل مصانعكم برضه زي كده. ده شغل برضه مصنع. ده شغل مصنعهم. ده شغل لوكس اهو يا جماعه. حلو قوي ده. منه برضه الالوان بتاعته. تمام. موجوده. شكله حلو. ده العرض بتاعه 680 جنيه بدل 780 جنيه. تمام. بدل 780 كلها موجوده. حلو جدا. تمام. زي كده برضه حاجه محترمه جدا. بصوا ده برضه حلو قوي. ده برضه 700 بدل 800. ده 700 بدل 800. اه بدل 800 جنيه. تمام. كلها موجوده. هجيلك انا كده. حاجه ماتشنج برضه زي كده ممكن. ده ماتشنج برضه حلو قوي ده على فكره. ده برضه الالوان كلها موجوده برضه. ده كام برضه؟ ده ب 700. 700 بدل 820. ده برضه الالوان كلها موجوده. الوانه كلها موجوده. ده مفرش برضه زي كده. ده كان وصل ل 900 جنيه النهارده عامل 750 جنيه. اه ده النهارده ب 750. موجوده باشكاله كل الاشكال. حلو قوي ده. كلها موجوده. تمام. عندنا موديلات تانيه برضه زي كده ممكن. بصوا ده تركي. برضه زي كده. ده طقم نظام مفرش. ده نظام مفرش. الله حلو جدا. منه برضه الالوان بتاعته كلها موجوده باشكاله كلها. تحفه. في منه اكتر من 10 رسومات. حلو قوي. حاجه برضه ليه برضه تركي زي كده. ده تركي. كلها موجوده بتاعتها. ده تركي باشكاله بالوانه. بصوا نفس الديزاين كده يا جماعه. بصوا شكله موجوده باشكاله حلو كلها موجوده. تسلم. الالوان بتاعته كلها. الحاجات اللي احنا بنتفرج عليها دي متاح منها الالوان بتاعتها كلها موجوده. تمام. رسوماتها واشكالها. عندي حاجه تانيتين برضه زي كده. طقم جوبير برضه تركي. ده جوبير. جوبير تركي. ده البوستر بنفس الطقم زي كده. اللون والشكل بالظبط زي كده. متاح منه الالوان بتاعته كلها موجوده حوالي 10 الوان. وسعره ولا الحاجات دي عامله 750. 750 الحاجات اللي هي المرتبه العاليه دي بتروح سعرها من 700 جنيه ل 850 جنيه. تسلم ايدك. بتاعتها كلها موجوده. تمام. ده تركي برضو يا جماعه. حلو قوي ده. نفس البوستر زي كده. نفس الطقم. الحاجات دي حاجات قطن 100% مقاسات كبيره. حاجات قطن محترمه. الطقم مكون عن كيس مخده واثنين خدادية. تعالي لي صوتك سن عشان هم مش هيسمعوا. ماشي. الطقم مكون عن اربع قطع كيس مخده واثنين خدادية والملايه. الحاجات دي قطن 100% قطن نور حاجه محترمه. اه طقم 100%. متاح منها الالوان بتاعتها كلها موجوده. تمام. في طقم اللي هو معاه طقم فوط برضو زي كده متاح منه. اه ده حلو قوي الشيخه وينفع معاكم. ده تحفه كلها موجوده. بصوا الجمال. ده بيجي معاه كده فوط من الجنب زي ما انتم شايفين. ايه متاح منه برضو. حلو قوي. كلها موجوده. تمام. الاشكال بتاعته كلها موجوده. حلو جدا ده. ميرف برضه زي كده. ده ميرف. طقم تركي برضه 650 جنيه متاح منه برضه. ده ب 650 بالوانه زي ما انت شايفين. زي ما قلنا كده يا جماعه الموديلات الملايات زي كده متراح معانا من 250 جنيه. طقم رغيف 850 جنيه. في جميع البراندات موجوده. في التركي في مصري في مستورد في حاجات. بس انا لما حاجه المكان ان احنا نديك الحاجه ثقه في المكان يعني ان احنا القطن بنقول عليه قطن المخلوط بنقول عليه قطن مخلوط والحاجات زي كده. تمام. متاح منه برده الالوان بتاعته كلها موجوده. الحاجات الاطقم برده بتراح من سعرها من 650 550. الحاجات اللي احنا عملنا عليها عروضات اللي هي بيها الالوان دي. تمام. محترمه جدا الحاجات دي. اه كانت سعرها عالي يا جماعه. اه بس عملنا عرض عشان بتبقى اخر قطعه زي كده على البيت بقى مثلا متبقى لون او اثنين او ثلاثه في الفتحه. تمام.
في حاجات مترددة. ده شغلكم انتوا برضه، ده شغلهم هم برضه يا جماعة. ب 680 حلو قوي ده. بس اي حاجه من الطرازات السوريه دي خدها على ضمانه المكان، غسيل وفرش تمام، ما تلاقيش منها من اي حاجه. ده شغلهم هم يا جماعه، مصنعهم موجوده. في الطعم التركي ده برده متاح منه، اشكاله كلها موجوده والوان التركي حلو قوي ده برده. ده شغل هادي سيمبل، الديكور بتاعه عريض برده زي الرقمه بتاعته عريضه زي كده، نفس البوستر كده، نفس الرسمه كده بالظبط. حلو قوي برده، اشكاله كلها موجوده تمام، الالوان بتاعته كلها موجوده. في امبريال برده، حاجات الامبريال برضه زي البنطلون كلها موجوده. الامبريال حلو، الامبريال ده في منه حوالي 10 موديلات، كل موديل فيه منه الالوان بتاعته كلها موجوده، تمام، رسوماته كلها موجوده. في حاجات التلاوي برضه زي كده متاح منه برضه الالوان كلها. كل دي مصانع يا جماعه. ده شغل حلو قوي ده، طرازات برضه حاجات محترمه، ده تحفه ده. بصوا الجمال ده، اطم 100%. بصوا الشكل برضه حلو قوي، كلها موجوده، الوانه كلها متاحه، كلها موجوده تمام. عندي طقم العبد زي كده برضه، العبد ما تلفهولي كده وش ليه معلش. ايوه تمام، تسلم. ايه ده طقم العبد زي كده؟ ده طقم العبد، عرض على اخر 10 حتت موجودين، اخر 10 ب 700 جنيه. دول ب 700 جنيه ده العبد يا جماعه. ده كان عامل ب 880 جنيه، النهارده عاملين على اخر 10 حتت موجودين 770. 700 700 جنيه. 700 جنيه تمام، تسلم ايدك تمام. برضه الوانه كلها موجوده حلو قوي. ايه تاني معايا؟ كلاسيك برضه زي كده ومكن، ده كلاسيك ماتشنج كده، ده كلاسيك قوي زي كده، خدادين لون التتريز وخدادين لون الملايه زي كده، متاح منه برضه الالوان بتاعته كلها موجوده 700 جنيه. ده برضه ب 700 بدل 780 بدل 780 الالوان بتاعته كلها موجوده، الوانه كلها متاحه زي كده. شغل ايتامين يدوي، حاجه محترمه، ايتامين يدوي، طقم يافت قوي. الله الله الله، شغل التطريز ده هاند ميد تحفه. بصوا الجمال، رسوماته كلها برضه متاحه، حلو قوي رسومات زي ما انت عايزه منه، تحفه. ده الهاند ميد ده حاجه ايزل برضه، تركي برضه زي كده، ممكن تحملها برضه، ده تركي برضه كلها موجوده، بالاشكال بتاعتها كلها موجوده. بس خلي بالك احنا كل رصه بناخد منها قطعه، بس قطع. هي الالوان الرصه بالوانها موجوده. اه تمام، تحمل منه برضه الالوان بتاعته كلها موجوده. في طقم برضه اللي هاند ميد برضه، وطرازات سوريه شغلهم برضه يا جماعه، شغل عافد قوي، شغل طعم التريز بالشغل مطبوع زي كده، نفس البوست حلو جدا، متاح منه برضه الاشكال بتاعته كلها موجوده تمام. عملتهم دي برضه سعرها 700 جنيه بدل 780، كل ده ب 700 بدل 780. واو حلو، ده عاملين عليها عرض بدل 780 580 جنيه، 580 اخر 12 قطعه موجودين برضه، اخر 12 ألوان. حلو قوي قوي، تسلم ايدك. 80 جنيه متاح منه برضه الوانه كلها موجوده، الوانه كلها متاحه برضه زي كده، حاجه شغل كبير برضه زي كده، متاح منه برضه الوان، باخد شغل دريم فوق بعض زي كده، تسلم ايدك. برضه الوان بتاعته كلها موجوده تمام، ده عامل 650 جنيه بدل 780 جنيه، 650 بدل 780. برضه في رسمه ثانيه بتاعته زي كده، ده رسمه ثانيه منه برضه. بصوا حلو قوي ده، الشغل ما شاء الله عليه، كلها موجوده ماشي تمام. النهارده عامل لكم عرض حلو جدا والله، حاجات برضه زي كده، ده تركي. الله الله، ده جديد قوي ده. بصوا نفس الورده دي، الرسمه دي بصوا كده اهي، في الرسمه الثانيه برضه تحت زي كده، دي رسمه ثانيه منه والله، حلو قوي ده ماشي. دي في منها الوان ودي في منها الوان، تحت منه برضه الالوان بتاعته. الورده ده جديد قوي ماشي، ده في منه الوان وده في منه الوان، الاثنين في منهم الوان. في براند سلمى برضه زي كده، سلمى في الاطفال مدمر الدنيا، في منه الاطفال وفي منه اه يعني سلمى، وريكم شويه براندات اطفال سلمى حلوه جدا زي كده تمام. بياخد شغل جوبير زي كده على كورنيش من نفس الخامه، هو نفس الكورنيش اهو جوبير، الالوان بتاعته كلها موجوده تمام. هنيجي برضه الحاجات اللي هي في الشنكياس برضه زي كده، اه ده شغل مصنعكم انتوا بقى خلاص كده يعني، ركزوا معانا بتاعتها كلها موجوده في الموديل اللي في منه الوان. الحاجات دي حاجات كل ده شغل مصنعهم هم يا جماعه، حاجات اقطان بضمان مكان مصنعهم. بصوا الجمال، نفس البوستر زي كده، بتاع منه الالوان بتاعته كلها موجوده، الوانه كلها. الحاجات دي احنا مصممها في المصنع بتاعنا، الحاجات دي بتبقى ديزاينات تركي بس احنا مصممها في المصنع. بنوفر معاكي ثمن العلبه، اول حاجه بنديكي خامه القطن 100%، مقاسات كبيره، حاجه محترمه جدا يعني، حاجه زي كده يعني. بصوا البراند ده لو في علبه شوفوا سعره كام، بصوا ده في علبه، ده في علبته اهو، ده من غير العلبه، هو هو يعني، بس اللون المختلف. كم اللي في العلبه يعني؟ اللي في العلبه ده كده 750 750 جنيه، احنا تمام بنوفر عليه كده من العلبه نفسها 750 و850، ده برده موجود منه ماشي تمام. طب احنا بنبيعه كام اصلا؟ احنا بنبيعه 550 في العرض، 550 بتاعه 550. بص اهو يا جماعه 550 زي كده، هو ده هو ده، بنوفر لك ثمن العلبه ونوفر لك الباكت والحاجات اللي هي زي كده، وبتاخدي الطقم صافي حاجه زي كده، وحجمه محترم وكل حاجه، 850 لان يعني اه بتوفري 300 جنيه يا جماعه، واشكاله كتير جدا جدا، وده بضمانتهم، مقاس واقطان وكل حاجه. في منه رسمه ثانيه برده زي كده، حاجه برده عادي، شغل عادي سيمبل برده، هادي سيمبل برده، رسمه منها فيها يا جماعه لو باينه معانا، 550 جنيه بدل 680 جنيه. ده البوستر اهو، كورنيش برده زي كده، كورنيش. انا عايزه بس اوريكم الظهر، بصوا
نفس التطريز اللي فيه، هي نفس الصوره. بصوا الجمال برضو، ده شغل تاني، ده حلو قوي، ده شغل تاني برضو اهو، بكورنيش بوجوبير، هو نفس الشغل اللي هنا تاني برضو زي كده. كل ده النهارده معانا على 550. كل الحاجات اللي انا بتفرج عليها دي 550، كل ده 550، 680 جنيه. طعم المطر برضو زي كده، متاح من برضو الرنه كلها موجوده. عايز اوريكم شكله حلو قوي قوي، وهو نفس الشكل. احنا بنتفرج عليه ده 550 بدل 680 جنيه. عندنا برضو لطم اللي هي الاسترايب برضو زي كده، اللي هي اللي هي بتاعت الاستك، في منها الساده وفي منها الاسترايب وفي منها الاستك يا جماعه، زي بتاع الفنادق. الحاجات اللي هي المشجره الاستك زي كده بتبدا معانا من 250 جنيه، متاح منها برضو اشكال من 250 الاستك بيبدا، 250 الاستك بيبدا اطفال او كبير. تمام. الكوبرتا اللي هي البيكا برضو، البيكا اللي هي زي كده، في منها الساده وفي منها المشجره برضو بالتشكيله بتاعتها كلها موجوده، كلها موجوده. تمام. هناخد نظر برضو على ميلات الاطفال والقسم، هناخد بقى قسم الاطفال. وبالله عليكم فضلا وليس امرا، لايك وشير للفيديو ده، ومحدش يجي مع سمسار، تدخلوا لوحدكم، اسالوا بس على كباب جابو هاشم في الغوريه، احنا في وش على طول، والعنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في نهايه الفيديو، شوفوه. نيجي هنا بقى قسم الاطفال، كل ما يخص مفروشات الاطفال موجود هنا. ده هنا فوطه وملايه اطفال بس زي كده، ودفايات اطفال، ودفايات اطفال، وكبرتات اطفال، الحاجات دي الحاجات اللي زي كل ما يخص الاطفال. بص عندنا ده طقم العمريه، ده اتنين طقم سرير واتنين ملايه واتنين مخده مثلا زي ده العمريه يا جماعه، ده بدل 350 250، والله ده ب 250 والاربعه ب 1000، والعدد حلو قوي والله، مش مشكله برضه متاح. تمام. الواحد ب 250 والاربعه ب 1000، متاح منه رسومات شباب برضه زي كده. تمام. ده في منه الوان، ده في منه الوان، حلو قوي، الوان كلها موجوده. عايز رسومات اطفال بالتشكيله بتاعتها، عايزه الواحد تاخديه، عايزه اربعه تاخديهم ب 1000. عندي كده العرض الثاني برضه زي كده، ام مكه عرض ثاني برضه، ده اللي هو السردين اللي هو التركي يعني. بص نفس التشكيل اللي هناك، من الكبير موجود منه اطفال، موجود منه اطفال برضه. تمام. في منه برضه الشبابي، وفي منه الاولاد، الشبابي وفي منه الاطفال، بس تحته كلها موجوده بالوان كلها، سواء في الشبابي او في الاولاد او في رسومات الاطفال، متاح منه برضه الالوان بتاعته. وكام النهارده ده يا ابراهيم؟ ده عامل 450 بدل 550 جنيه، 450 بدل 550. طعمين مع بعض، لان الباك زي كده في طعمين. تمام. اي حاجه سريعه الاطفال بتبقى طعمين مع بعض، حلو قوي. تسلم برضه، الاشكال بتاعته كلها موجوده، اشكاله كلها متاحه. الثاني برضه بالنسبه للحاجات اللي هي المطرزه في الاطفال، المطرزات، بصوا الجمال والفخامه، حلو قوي. 550 جنيه طعم، 550 يعني هياخدوا معانا مثلا الطعم اللي في العلب زي كده من 550 650 750، حلو قوي. بس حاجات ان انا بس ده تحفه ب 550 والله، حلو قوي. اساسا كان سعره 750 جنيه. تمام. عليه عرض النهارده. تمام. في حاجات برضه زي كده متاح منها برضه، الوانها كلها موجوده. بص شغل الاطفال القمر، ماشي، ده شغل كام برضه ده النهارده؟ متاح منه برضه الوانها كلها موجوده، ده عامل 780 بدل 780 جنيه. تمام. متاح منه برضه الشغل كلها موجوده، حلو قوي قوي. متاح منها برضه الوانها كلها موجوده، بصوا البجعه برضه بالوانها، اشكالها كلها برضه حلو قوي. ماشي. تسلم ايدك، دي اجدد اشكال سلمى، مش قلت لكم هتشوفوا فيه شغل حلو في الاطفال. بصوا سلمى عامل ازاي يا جماعه، حلو قوي. تمام. عندي حاجات برضه البيت الخليجي زي كده، متاح منه برضه الوانه كلها موجوده، حلو جدا ده برضه بتاعتها. تمام. اللي هو السرجي البارز ده برضه، عندي حاجه جوبير برضه زي كده اطفال، متاح منه ده جوبير، ده يمشي شبابي بقى، ده يمشي شبابي ويمشي يمشي اطفال ويمشي شبابي. على فكره مقاساته محترمه جدا، مقاس الملايه 200 في 240، حلو قوي. ده تفرش سرير كبير بس ما تنزلش، بس مش هتدلدل من مش هتدلدل قوي، مش على سرير الاطفال هتبقى معاكي زي مفرش زي كده، نفس البوست زي كده، حلو قوي. متاح منها برضه الوانه كلها موجوده، الوانها كلها متاحه. شعاعين برضه زي كده، واو الجمال ده، زي كده ده شغل مجسمات حلو قوي. بصوا متاح منه برضه الوانه كلها موجوده، شكله حلو قوي، كلها موجوده. عندي كذا موديل على فكره من المجسم برضه، في حاجات برضه زي كده، حلو جدا ده برضه، متاح منه برضه الوانه كلها موجوده، الوانه ورسوماته. منه رسمه، تمام، في منه رسمه ثاني برضه زي كده، متاح منه برضه الالوان بتاعتها كلها موجوده. بصوا عندنا الرسمه دي برضه، رسمه الدولفين دي برضه شغاله، حلو قوي. الدولفين الجديده دي برضه موجوده، تمام. رسوماتها في سريكات برضه، شغل مجسمات برضه زي كده، من مكه متاح منها برضه الوانها حلوة قوي، كلها موجودة ده برضه بألوانه، أشكالها كلها، تمام، برضه الوانها كلها موجودة. وفي منها على فكرة كذا رسمة، مش رسمة واحدة، في كذا رسمة، متاح منها الألوان. في حاجة تانية برضه زي كده، براند سلمى برضه زي كده، ده براند سلمى، حاجة محترمة كلها موجودة، يعني سلمى دي حاجة تحفة يا جماعة. زي برضه زي كده شغل مجسم، متاح منها برضه الوانها كلها. بصوا ده الشغل الجديد بتاع اوتوم الاطفال بقى، احدث حاجه نازله السوق، ده شغل اللي هو المجسمات، حلو قوي. المجسمات كلها موجوده، تحفه ده، تسلم ايدك. تمام. دي حاجه برده زي كده، حلوه قوي النعامه. انا عايزه بس اوريهم البوستر، وبصوا الشكل تحت، بص اي لون عجبك على البوسترات ده موجود، موجود كل الالوان موجوده، متاح منه الالوان، تمام، تسلم ايدك. تمام. عايزه من الاطفال زي ما قلنا كده رسومات شبابي برده، فيه عايزه رسومات اطفال، دي شبابي هي يا جماعه، حلو قوي ده. تمام. المجسمات برده حاجه ثانيه برده زي كده، متاح منه برده الالوان بتاعته كلها، المجسمات، الله، حلو قوي. رسوماتها كلها برضه، بصوا فخامه يا جماعه، تسلم ايدك. تمام. ماشي. في عندي حاجات برضه زي الله، حلو قوي ده، اليونيكورن تحفه، متاح مني برضه الوانه كلها جدا. موجوده، تمام، الوانه كلها متاحه، موجوده بالالوان بتاعتها، اي حاجه بتشوفوها الوان الله الزهري تحفه قوي قوي. انا هرجع لكم بس يبان شويه، بصوا الجمال،
حلو جدا جدا ده، تسلم ايدك. كل دي اشكال برضو اللي هو المجسم برضو زي كده، سلمى مجسم اللي عايز السيلفرات بقى يا جماعه، ده قطيف شكل كده برضو، ده داخل فيه قطيف كلها موجوده تمام. الاشكال كلها في حاجه ثانيه برضو زي كده متاحين برضو الاشكال كلها، كل اي موديل ان احنا نتفرج عليه ده اي حاجه الوانه كلها متاحه. جميع البراندات يا جماعه في الميلات موجوده، براند سلمى التركي ريش نعام مزايا كله موجود يا جماعه، موجود الاشكال بتاعته كلها تمام. نيجي بقى لتشكيله فوط الاطفال، يعني عايز اقول لكم التشكيل ما شاء الله عليه. عندنا العلب كلها سته ولا في خمسه ولا اربعه؟ لا بص في ثلاثه زي كده ممكن، في ثلاثه في اربعه في خمسه في سته، في حاجات مطرزات في حاجات مجسمات زي كده، بص الاشكال في حاجات برضو براندات. واسعارها بتبدا من كام الفوط؟ علبه الفوط الاطفال عندنا بتبدا من 350 جنيه زي ما انت عايزه. في برضو الناحيه الثانيه ورا حضرتك زي كده ممكن، بص في حاجات برضو زي كده بتاعت منا برضو اشكالها كلها، بص اشكالها كلها جميع البراندات ابسن زي كده روكي برضو الحاجات التركيه الحاجات المصري برضو كل التشكيل بتاعها موجود، التشكيل كله موجود يا جماعه. برضو بتاعت منا برضو حلو قوي كلها موجوده بالاشكال برضو. تشكيله الفوط قلت لي بتبدا من كام؟ زي ما قلنا علبه الفوط الاطفال العلبه بتبدا من 350 لغايه معاك زي ما انت عايزه، فعلا ب 450 في 650 في 750 تمام. البراندات موجوده عندي برضو، بشتري المجد زي كده برضو، بشتري المجد من البشتير وفي من الفورنوس بالاشكال كلها موجوده. اسعاره ايه المجد؟ المجد زي كده بيبدا معانا من 200 جنيه من اول 200 من اول. وبرنس الاطفال كام؟ برنس الاطفال ب 230 جنيه ب 230 برضه الاشكال بتاعته تمام. في فوط فرداني؟ في فوط، لا الفوط فرداني خلصانه خلصانه تمام لسه هتيجي. في عندي برضه الدفايات برضه زي كده، تشكيل الدفايات برضه يا جماعه، دفايات اطفال وكبير زي ما انت عايز. كل دي تشكيل الدفايات اهي، في النص بطانيه في الدفايه قطعه واحده، في الثلاث قطع في الاربع قطع تمام. في حاجات برضه زي كده عاملين عليها عرض برضه حاجات محترمه جدا، 250 جنيه بدل 350 جنيه. جيب 250 بدل 350 ب 4000 بدل، يعني الواحده القطعه الواحده كانت 350، احنا عاملين ال 4000 250 عايزه قطعه واحده ما فيش مشكله 250. تسلمي. في الدفايه برضه اللي هي حاجات المقلمه برضه بالاشكال اللي هي البليسي دي، في الدفايه التورت برضه زي كده اللي هي نص بطانيه دي عاملين عليها عرض برضه كويس 480 جنيه بدل 650 جنيه. 480 بدل 650 الوانها شايفه الوان كتير منها، بص كل دي تشكيل الدفايات. في الاطفال برضو زي كده الساده، وفي المربعه برضو زي كده متاح منها برضو الاشكال بتاعتها كلها موجوده. عندي الدفايه نص بطانيه برضو بالاشكال بتاعتها كلها موجوده تمام. عندي الدفايه المفرش زي كده اللي هي المفرش بالاشكال بتاعتها كلها موجوده تمام. ده الدفايه عباره عن مفرش والدفايه في نفس الوقت بكيس مخده واتنين خداديه، في تشكيل تمام. منها زي ما انت عايزه برضو حلو قوي، ده اعتبرها بطانيه بتاعتها كلها موجوده تمام. نيجي معانا بقى لبراندات الفوط. بص يا ابو مكة احنا عندنا جميع براندات الفوط، عند السروج عند الابيسون عند التركيات عند ريش كوتون عند دوريل عند جميع البراندات موجوده، الحسن والحسين العبد التشكيل كله كل تشكيله الفوط موجوده يا جماعه. بصوا كل دي تشكيل فوط، ريش كوتون السروج العلياء العبد الدوريل التشكيل بتاعته كلها تمام. هنيجي الاول عرض معانا زي كده، وده عرض للطقم على بعضيه زي كده، ثلاث فوط ب 350 بدل 450 جنيه، 350 بدل 450 450 350 تحت منه برضه الاشكال. هنيجي للفوطه اللي هي الزوم النص بشكل برضه زي كده، تعدلها لي كده ايوه عشان الاضاءه تسلم ايدك. دي 380 بدل 480 برضه 380 مقاسها كبير متاح منها برضه اشكالها كلها موجوده تمام. انا بنديكوا عينه بس حاجات التركيات دي 550 جنيه، دول اربعه مع بعض 550 550 في منها رسومات برضه الاشكال بتاعتها كلها حلو موجودة. حلوه قوي كل رسوماتها في الوش زي كده، اي علبه منها 550 جنيه من اللي دول اي علبه من دول موجوده. دي كانت وصل سعرها 750 جنيه من المكتب تمام. تحملها برضه اشكالها كلها، في حاجه تركي برضه زي كده جيكار زي كده، في منها جيكار وفي منها جبير ده عامله 480 جنيه 480 جنيه تمام. في عندي دوريل بقى الحاجات اللي هي استنى لي بقى تعالى لي بالجمال ده متاح منها برضه فخامه كلها موجوده حلو قوي. الدوريل دي بتبدا معانا من 550 ل 850 لحد 850 في منها مقاسات بقى واشكال على حسب المقاس تمام. يعني في منها مقاس 50 في متر في 60 في 120 كل حاجه بسعر، كل حاجه فيها بسعر بالتشكيل بتاعتها كلها موجوده تمام. نظر برضه على الحسن والحسين برضه، بصوا الحسن والحسين فوق يا جماعه سيجما برضه بالموديل كل ده كل ده فوق تمام. بالنسبه للبشكير عندي تشكيل بشكير زي ما انت عايز، بص البشاكير كلها يا جماعه عبد الحسن والحسين جميع البراندات موجوده، في شغل المجسمات في شغل الدبيب في شغل الدبار الساده تمام. التشكيل برضه عندي في بره كده متاح بره، في تشكيل برضه فوط يا جماعه اوريه لكم، تعالوا بصوا تشكيله الفوط هنا ما شاء الله عليها، يعني انا بزوم لكم بس تشوفوا الاشكال، بصوا الجمال. كل دي تشكيله فوط هنا هتيجوا تحتاروا على ما تختاروا بصراحه، وكلها ماركات وبراندات زي ما انتم شايفين بصوا الجمال. لا والالوان كمان، يعني كل علبه مش شكل الالوان التانيه خالص،
تسلم ايدك. تمام، تيجي بقى هنا القسم بقى للمفروشات. تمام، الدور ده عباره مكون عن الحاب، بطانيه، كوفرتا، بورنوس، الحاجات اللي هي التقال، الكوفرتات. تمام، الكوفرتات اللي هي البيكا، الكوفرتا الممنيه، الحاجات اللي هي التقايل مش الخفيف، الحاجات اللي هي التقايل. تمام، اول حاجه نقولها موقع، احنا بنفكركم احنا فين، احنا في البيت السوري 13 شارع الغوريه بجوار كباب ابو هاشم. ماشي، الوردات اللي عاملينها دي عليها هديه، يعني فاتوره من 15000 هناخد بطانيه حاجه محترمه جدا من دي من البيت السوري. تمام، فاتوره من 25 فيما بعد هناخد مفرش محترم بتاع العروسه زي كده، المفرش مكون عن مفرش وطقم سير ما بعده اللي هو بتاع الزفاف زي كده، اللي هو السوفت منه برضو الموديلات اشكال كتير تنقمل، الاشكال بتاعتها كلها موجوده بالموديلات بتاعتها. تمام، اول حاجه هنيجي الكوفرتا برضو البيكا اللي هي زي كده ممكه، كوفرتا البيكا يا جماعه الجديده الترند فرداني برضو زي كده، وده عرضها 580 بدل 700 جنيه، 580 بدل 700، ركزوا في العروض يا جماعه. تمام، هنيجي العرض الثاني برضو زي كده 650، بس دي معاها طقم سرير، دي ب 650 معاها طقم سرير، حلو قوي، ست قطع. تمام، برضو اشكالها كلها موجوده. تمام، هنيجي برضو الحاجات التركيات برضو زي كده ممكن، التركيات برضو حاجات عاليات برضو زي كده، بصوا منها اشكال بتاعتها كلها موجوده، حلو قوي دي برضو، كوفرتا البيكا قمر، كوفرتا زي كده ومعاها طقم سرير اللي هي الشال دي جديده كلها موجوده. تمام، العرض بتاعها 1350 بدل 1550، 1350 بتاعتها كلها برضو كلها موجوده. تمام، حاجات برضو تركيات برضو زي كده ممكه، حاجات برضو معاها طقم ساده برضو زي كده متاح منها برضو اللون بتاعتها كلها، دي معاها طقم ساده، وده العرض بتاعها 1750 بدل 2150 متاح منها 1750، ده براندات عالية، خلي بالك ممكه متاح منها برضو اللون بتاعتها كلها موجوده. تمام، الرسومات بتاعتها كل برضو رسوماتها موجوده باشكالها، كل رسوماتها موجوده. في حاجه ثانيه برضو زي كده، دي حاجات برضو تركي، الله حلو قوي ده، ارينا هون برضو متاح منها برضو الاشكال بتاعتها كلها موجوده، متاح منها الاشكال بتاعتها، في منها بكفر برضو حاجه بكفر زي كده متاح منها برضو الاشكال بتاعتها كلها موجوده، دي كوفرتا طقم سرير وكفر. تمام، جديد قوي المكفر دي، اه متاح منها برضو الالوان بتاعتها كلها موجوده، في منها كلها متاحه، وفي منها الساده بتاعتها برضو زي كده، دي في منها الوانها ودي في منها الوان برضو زي كده، حاجه سيمبل وحاجه رياجه جدا، دي الوانها ودي الوانها موجوده عاليه برضو، ده في منها الوانها كلها موجوده ودي في منها الوان بتاعتها برضو كلها موجوده. تمام، في كوفرتا برضو اللي هي العصفوره برضو زي كده متاح منها برضو اشكالها كلها موجوده، كل اللي كوفرتا دي قمر عليه ده مقاسات كبيره، حاجات عايز اقول لك من اشك الكوفرتيات اللي انا اشوفها تحفه، شغاله حلوه قوي، حلو قوي، بصوا حلوه جدا، الوان الكشمير الرصاصي الاسود الجزائري، حلو جدا جدا، الالوان بتاعتها كلها موجوده، كل اللي احنا بنتفرج عليه ده ممكن كل دي كبيره. تمام، كوفرتات كبيره على فكره كتير جدا، بس احنا عشان وقت الفيديو بس يا جماعه ما يطولش، بصوا الجمال التركي برضه، الكوفرتا التركي كوفرتا تركي، بطانيه في صدر حلو قوي زي كده، معاها طقم سرير، بطانيه تكييف كده، بطانيه تكييف، اه حلو قوي، الالوان بتاعتها كلها موجوده. تمام، الرسومات برضه زي ما انت عايزه منها كلها، رسوماتها كلها متاحه، بنتفرج برضه على الاطفال برضه زي كده، معانا كوفرتات الاطفال برضه يا جماعه، الاطفال ده بيبقى اتنين مع بعض، اي حاجه في الاطفال احنا بنتفرج عليها بتبقى اتنين، دي بتبقى اتنين مع بعض، اه بتبقى دبل على طول برضه، الالوان بتاعتها كلها، دي دايموند، دي دايموند، ودي العرض بتاعها 950 بدل 1250 جنيه، 950 بدل 1250 حلو قوي برضه، الالوان بتاعتها دول طقمين سرير يا جماعه بكبرتاب بكله 10 قطع اهي، بصوا ده برضه كوفرتا برضه تركي متاح منها برضه الالوان بتاعتها كلها موجوده، ده العرض بتاعها 1150 بدل 1350، 1150 بدل 1350 اشكالها كلها موجوده، الوانها واشكالها متاحه برضه زي كده، 1350 بدل 1550 ده ب 1350 بدل 1550، 1550 1350 حلو قوي، والكبرتايه نفسها تحفه، حاجات تركيات معاها طقم سرير بتاعها، يعني تمام باللطم بتاعتها، باللطم بتاعتها. تمام، ايوه برضه حاجات براندات برضه تركيات برضه زي كده، حلو قوي، 1250 جنيه متاح منها برضه الالوان بتاعتها كلها، 1250 250 جنيه. تمام، بالنسبه للاطفال في حاجه ثانيه برضه زي وايت جولد، دي برضه متاح منها برضه الالوان بتاعتها كلها برضه، بصوا الله حلوه دي، 1350 جنيه دي برضه ب 1350 متاح منها برضه، تسلم ايدك، كلها موجوده الوانها كلها متاحه، في الهندي برضه زي كده، الكوفرتا برضه الهندي، في ناس بتدور عليها قوي دي، حلوه جدا دي، الكوفرتا دي من الكوفرتات العاديه، دي بتستخدم بطانيه تكييف، بتستخدم مفرش، بتستخدم كوفرتا، حلوه قوي، معاها طقم سرير برضه زي كده، رسومات هندسيه برضه متاح منها برضه، حوالي 7 أو 8 الوان بتاعتها موجودين، بالاشكال بتاعتها كلها موجوده، الكوفرتا دي كانت وصلت 2400 جنيه 2300 جنيه النهارده 1850 جنيه 1850، 8 قطع يا جماعه، 8 قطع متاح منها الوان بتاعتها كلها موجوده، في موفا وموفا وكوفا برضه البراندات العاليه دي موجوده برضه زي كده، حلوه قوي، بص الكوفرتا اصلا الطقم عامل ازاي، دي الخدات بتاعتها مجسمه زي كده، الطقم بتاعها جاكار زي كده، حلوه قوي، الالوان بتاعتها كلها موجوده. تمام، دي البطانيه التكييف برضه، دي متاح منها برضه بطانيه تكييف، الله حلو قوي، في منها رسومات على فكره، انا بس عايز اقول لكم دي تحفه، حلو قوي يا جماعه، الالوان بتاعتها كلها برضه يعني الصوره ظلموها ان هي مش مفروضه، في كوفرتا سوان التركي برضه، دي متاح منها، في منها الاطفال وفي منها الكبير بتاعها موجود، متاح منها برضه الالوان بتاعتها كلها موجوده، حلو قوي، اشكالها كلها موجوده. تمام،
نيجي بقى لعرض البطاطين، يعني ايه الحلاوه دي؟ بص احنا عندنا عرض بطاطين، احنا عندنا جميع البراندات البطاطين، عندي من اول الحاجات المصري والكوري والاسباني والتركي والسعودي والاسباني الاصلي والاسباني التقليد، كل حاجه موجوده، كل انواع البطاطين موجوده. في طبقه واحده، في طبقتين، في حاجات 3 دي، في حاجات وش واحد، في حاجات وجهين. تمام. عندنا اول عرض معانا في البطانيه مميز زي كده، بطانيه حفر ليزر برضه، دي حفر ليزر، حاجات ماتريالات، ده خامات في مصر وبتاعت منها برضه، الالوان بتاعتها كلها موجوده. تمام. العرض بتاعها النهارده 680 بدل 780. 680 بس حاجه تقيله، حاجه محترمه جدا. تمام. هتبقى كادو على الفاتوره ب 15000 جنيه، يعني اللي ياخد فاتوره ب 15 هياخد دي مجاني. تمام. هديه للعروسه. تمام. معانا ايه تاني؟ حاجات التركيات برضو زي الله، حلو قوي دي، ده جرديه وفي منها الوان اكيد برضو، حلوه جدا جدا دي، حاجات محترمه جدا، حلو قوي. بص الشاكه الالوان بتاعتها، كل الوانها كلها موجوده، الوانها كلها متاحه، ساده، وفي منها المشجر بتاعها، في الديجاردي اللي زي كده وفي المشجر. ده العرض بتاعها النهارده 1450 بدل 1650. 1450 اه حلو قوي. وش فار، وش لطيفه، متاح منها برده الظهر ساده فار موجوده، حلو قوي بتاعتها كلها موجوده. تمام. الوانها كلها متاحه. هنيجي برده البطانيه 3 دي برده زي كده، 3 دي، ودي حلو قوي البطانيه دي على فكره، من احلى البطاطين اللي البطانيه دي شغاله حلوه قوي، متاحه، حبه قوي، حلوه جدا جدا على طول لانها مطلوبه معانا، شغل هاديه وحلوه جدا وشغلها تحفه، كلها موجوده، الوانها كلها موجوده. ارفع لنا معلش يا ابراهيم من عندك شويه، بصوا الجمال. كام النهارده دي؟ دي 1450 بدل 1650 جنيه. 1450 بدل 1650 حف. اتفرج عليه، ده طبقه واحده بس، حاجات براندات بقى عاليه. عايز اقول لهم التدفئه مش بطبقه ولا بطبقتين. البطانيه ما تعتمدش على التقل ولا على خف البطانيه. تمام. على الخامه بتاعتها. اه ممكن تبقى تقيله وما تدفيش اصلا. تقيله ما يدفيش، في حاجات برده زي كده طبقتين معانا برده، حاجه محترمه جدا، بطانيه طبقتين برده. بص كده. حصان برده زي كده. دي البطانيه الحصان الجديده يا جماعه، دي الطبقتين الاصلي يا جماعه. حلو قوي. في منها على فكره 7 كيلو 8 كيلو 9 كيلو لحد 12 كيلو. تمام. ارفع لنا ايدك معلش، بصوا الجمال اهي يا جماعه، تسلم ايدك. متاح منها برده الالوان بتاعتها كلها موجوده، وده العرض بتاعها 1250 جنيه البطانيه الطبقتين. 1250 الحصان الطبقتين على 1250. الوانها كلها مش الاسود بس، هو في منها الوان كتير. في النبيتي وفي الجنزاري وفي الاسود. تمام. البطانيه برده ال 3 دي برده اللي هي التركي والاسباني برده زي كده. الاسباني 3 دي. الاسباني 3 دي. الله، حلو قوي برده. تحفه. برضه الوانها كلها موجوده، الوانها كلها متاحه، كلها موجوده زي كده. تمام. تحفه. الاشكال بص بص شكلها موجودة. حلو قوي قوي. كام دي النهارده؟ دي 1350 بدل 1550 جنيه. 1350 بدل 1550. ده بطانيه محترمه جدا، الخامات بتاعتها اسباني تقفيل مصر، متاحه برضه الوان بتاعتها كلها موجوده، حلو قوي بالوان. دي برضه الحاجات اللي هي 3 دي برضه زي كده ممكن. دي 3 دي برضه، دي بطانيه 3 دي برضه، تالي يا اما ساده ويا اما 3 دي ولا دي بقى دبل فيس على الوجه. اه وشين يا جماعه، يا اما ساده ويا اما 3 دي. بص دي متاح منها برده الالوان بتاعتها كلها، الوانها كلها. ارفع لنا ابراهيم كده ناخد صوره، بصوا الجمال حلو قوي. كام دي النهارده؟ ماشي. ودي عامله بتبدا معانا من 1650. الله، ده اليمه الثانيه مقلمه 50 جنيه. اه ساده بس مقلمه، حلو قوي، مقلمه حفر ليزر برده، تحفه دي. دي خامات بقى اسبانيا ممكن زي كده، حلوه جدا. دي بديل مورا الاسباني، بديل مورا، لان مورا اسعارها بقت اه حلو قوي، 6 و7 على جدا. اسعارها بتبدا معانا من 1650 ل 2150 لحد 2150. تسلم ايدك. بطانيه الفرو برده زي كده، بتستخدم لحاف وتستخدم برده بطانيه. تمام. دي برده زي كده حاجه محترمه جدا، ووشين برده حلو قوي دي على فكره، متاح منها برده الالوان بتاعتها كلها موجوده، تحفه تحفه. دي تستخدم مفرشه لطيفه، دي 3 في 1، تستخدم معاك مفرشه لطيفه، تستخدم بطانيه، تستخدم لحاف، شكلها حلو جدا. وش هديكي الشكل زي كده برده، وش فرو زي كده. تمام. الظهر بتاعها لطيفه برده زي كده، وظهر قطيف برده، الالوان بتاعتها كلها موجوده. تستخدم دي عباره عن كم معاها، 2 خدادية برده، الخدادية بتاعتها رهيبه والله بجد، حلو قوي قوي. المخدديات برده وشين برده زي كده، اه وش قطيفه، وش نفس الشغل بتاع البطانيه، بالاشكال بتاعتها كلها تمام. موجوده. هنيجي لعرض الاطفال برده زي كده، عرض الاطفال بصوا كده معانا، ده عرض بطاطسين الاطفال النهارده. عايزاكم بس تحدوا الله وتصلوا على النبي، ولو نسيتوا اللايك لحد دلوقتي ومتابعين انزلوا حطوا لايك للفيديو. بصوا كده، دي بطاطين الاطفال 3 دي، بصوا ديزني على فكره، رسومات اطفال حلو قوي، رسومات شباب وفي دجربيه، متاح منها الالوان بتاعتها كلها موجوده، في مصر وفي كوري وفي اسباني وفي تركي، يعني كل الماركات موجوده، جميع البراندات موجوده في الاطفال وفي الكبير بالنسبه للبطاطين. تمام. متاح منها الالوان بتاعتها كلها موجوده. عندنا حلو قوي الاطفال زي كده، بتبدا معانا من 1150، بيبقوا بطانيتين مع بعض، بطانيتين مع بعض لحد زي ما انت عايزه، في تركي وفي سعودي وفي اسباني زي ما احنا قلنا زي كده. تمام. ودي شبابي برده، الشباب بتاعتها برده يعني، لو واحده
مش عايزه تاخد لعب الاطفال وعايزه تاخد حاجات زي كده. ده تنفع على سرير كبير اصلا. ده ما شاء الله ده كبيره جدا. بصوا دي جارديه حلو قوي. تمام. حفر ليزر برضو زي كده. تحفة. وش ساده وش حفر ليزر برضو زي كده. وش قطيفه. الالوان برضو بتاعتها كلها موجوده. والساده برضو بيبدا معانا من 1250 جنيه لحد 2850 جنيه لان كله موجود. براندات زي ما انت عايزه. تمام. في اسباني وفي اسباني بتاع في مصر وفي كوري وفي سعودي وفي تركي. بالنسبه بطاطين زي كده مكه بنتفرج مع بعض. بصوا بصوا تعالوا معانا بس كده عايزه اقول لكم في عرض كتير جوه بطاطين. بصوا التشكيل لا وكميات وفي مخازن فيها شغل يا جماعه. يعني الحاجات دي اللي عرض لو عايزين اي لون مختلف عن اللي هنا عايزين بطاطين برضو الاوزان برضو زي كده معانا الاوزان 12 كيلو في البطانيه برضو زي كده. عند البطانيه البي بي برضو التركي البي بي كده بتاعتها كلها موجوده وجميله. حلو قوي. تمام. عند البطانيه الساده الاسباني برضو زي كده متاح منها برضو الاشكال بتاعتها كلها موجوده. تمام. جميع البراندات موجوده في البطاطين برضو زي كده. البطاطين عندنا بتبدا من 680 لحد زي ما انت عايزه. بالنسبه للاطفال برضو في حاجات برضو زي كده في الاطفال متاح منها برضو الالوان بتاعتها كلها موجوده بالرسومات بتاعتها كلها. تمام. نيجي للمفارش القطيفه. بس ايه الحلويات دي؟ ممكة زي كده عباره عن كيس مخده واتنين خدادية والمفرش جبير داير مدور برضه زي كده نفس البوستر زي كده حفر الليزر. تمام. كيس مخده واتنين خدادية والمفرش وده اول عرض معانا 1450 بدل 1650 جنيه. 1450 مفرش تقيل حاجه محترمه جدا. المفرش برضه براند برضه عالي وحاجه محترمه جدا. 1450 بدل 1650 جنيه. بدل 1650 انا عايز اقول لهم اي حاجه بنعرضها برضه يا ابراهيم ان في اشكال كتير جدا مش هنجيبها في الفيديو. لا في حاجات عشان وقت الفيديو بس. عشان وقت الفيديو ما نطولش برضه المشاهد برضه زي كده. ده مفرش اسباني برضو متاح منه برضو الالوان بتاعته كلها موجوده بالرسومات برضو بتاعته كلها موجوده. على فكره الحاجات دي في منها اطفال وفي منها كبير. اه يعني ممكن تاخدوا طقم اطفال مع كبير شكل بعض. برضو حاجه زي كده برضو ده مفرش برضو جمزه برضو معاه طقم دواسات برضو زي كده متاح منه برضو الالوان بتاعته كلها موجوده. عايزه حاجات برضو براندات برضو زي كده زي مرمو برضو زي كده كوتون اند هوم زي كده. دي براندات برضو الله 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 برضو زي كده متاح منه برضو الالوان بتاعته كلها موجوده. في من برضو الحاجات دي برضو اطفال برضو زي كده ممكن تتفرج على قطعه واتنين منها برضو زي كده متاح منه. بصوا ده الاطفال بتاعته كلها موجوده بالرسومات برضو الاطفال زي كده بيبقى اتنين مع بعض متاح منه الالوان بتاعته كلها موجوده. حلو قوي. في عندك ده شكل زي كده مثلا في شكل تاني برضو زي كده متاح منه برضو الوانه كلها موجوده. الشكل التاني ده ماشي برضو زي كده متاح منه برضو الالوان. ده سيمبل هادي قوي للناس اللي عايزه الحاجات دي. في حاجات برضو حاجات زي كده. في عندي مفرش بقى زي كده 3 في 1 بيستخدم مفرش صباحيه ومفرش خفيفه زي كده. اه عشان اللون كمان معاه طقم سرير زي كده معاه حلو قوي ده. والظهر بتاعه بطانيه. ظهره بطانيه. ظهره بطانيه يعني استخدم بطانيه تكييف. استخدم بطانيه مفرش. استخدم مفرش زي كده اللي مضبط فيس على الوجه. تمام. ومعاه طقم فوق متاح منه الاطفال ومتاح منه الكبير بالالوان بتاعته سواء في الاطفال او في الكبير برده موجود منه الاطفال بتاعته كلها. تمام حلو قوي. هنيجي العرض الثاني برده زي كده عرض مفرش العروسه برده زي كده. سوفت. بيبدا معانا من 1150 جنيه من اول 1150 زي ما انت المفرش اللي هو ده. تمام. هنديه على الفاتوره ب 25000 هديه. يعني اللي ياخد فاتوره ب 25000 هياخد مفرش سوفت ده هديه. ده هياخد المفرش ده هديه. حلو قوي. برضه اشكال برضه زي ما اشكاله كلها متاح. ده شكل تاني برضه زي كده على مهلك. بصوا تقيل بس الله ده حلو قوي. ده شكل برضه زي كده نفس البوستر زي كده. لو عملت كده الشيبه بتاعته كلها موجوده. حلو قوي. المفرش برضه زي كده متنار. شكل تاني برضه الريشه ده برضه متاح منه برضه الريشه بتاعته كلها موجوده. حلو متاح منه برضه كل رسومات زي ما انت عايز في الارض. رسومات كتير يا جماعه. شغل مفرغ برضه زي كده متاح منه برضه الرام بتاعته كلها. انا بوريكم البوستر ليه ده في البوستر اوضح. ماشي. عندي برضه التاج برضه زي كده متاح منه برضه الالوان بتاعته كلها. بص التاج اللي هو زي ده برسوماتها برضه كلها موجوده. تمام. عايز الشغل التركي برضه اللي هو المفرغ من على السرير برضه زي كده متاح منه برضه الالوان بتاعته كلها موجوده. ده اللي هو المفرغ. بص نفس الشغل ده كده متاح منه برضه الالوان كلها برسومات كذا شكل كذا موديل. تمام. الحاجات دي في منها اطفال برضه اما مكه في منها الاطفال برضه زي كده متاح منه برضه نفس البراندات الكبيره زي كده متاح منها الاطفال. حلو قوي. هو ده في الاطفال وفي الكبير برضه متاح منه برضه الالوان بتاعته كلها موجوده زي ما قلنا. مفرش العروسه بيبدا معانا من 1150. الاطفال بيبدا معانا من 1350 لان الاطفال اتنين مع بعض بالميلاد بتاعتهم والحاجه بتاعتهم برضو. تمام. هنشوف برضو مع العرض اللي حاب برضو اللي حاب برضو كملوا الفيديو ولايك وشير بالله عليكم. نيجي بقى معانا العرض اللي حاف. العرض اللي حاف. تمام. بثمن طقم سرير يعتبر امك. بثمن طقم سرير. فرو زي كده برضو زي كده وش فرو زي كده. تمام. بتاعه عطيفه بطانيه متاح منه الالوان بتاعته كلها الوان وخمس الوان بتوعه موجودين وده كان عامل 1850 1950 النهارده العرض بتاعه 1450 لحاف واتنين خداديه في منه الالوان بتاعته كلها موجوده. الفايبر بتاعه اغسلي وزي ما انت عايز الفايبر. تمام. زي كده ولا حاجه. حلو قوي. حراري. الفايبر بتاعه رول واحد مش قطع. تمام. فرش متاح منه برضو الالوان بتاعته كلها موجوده. الوانه كلها موجوده. العرض معانا هنا العرض الثاني برضو زي كده ممكن. بص العرض الثاني برضو زي كده
بص لحد ده وش قطيفه وش فارو برضه زي كده، وش قطيفه وش فارو زي كده متاح منه برضه، اللي بتاعته كلها موجوده تمام. العرض بتاعه 1750 بدل 1950، 1750 لان الفايبر بتاع زي كده فارو الظهر بتاعه فارو، ظهر فارو متاح منه برضه، الايام بتاعته كلها موجوده تمام. حاجه ثانيه برضه زي البيج ده كده متاح منه برضه، الايام بتاعته كلها موجوده، واللي حد ده كان عامل 2250 النهارده عامل 1850 جنيه بالالوان بتاعته 1850. استنى لي بقى ده اللي حد ده جديد، ارفعوا لي بس معلش ناخد عليه صوره كده. قلت لي بكام؟ ده 1850 بدل 2250، 1850 بدل 2250 بس اللون ده حلو قوي البيج ده تمام. خلي بالك التقفيل بتاعه زي ما انت شايفه زي كده ممك، حاجه محترمه جدا برضه زي كده، والظهر بتاعه حفر اللي برضه ليزر مضغوط زي كده لطيفه تمام. متاح منه برضه اللام بتاعته كلها موجوده، الوانه كلها متاحه. برضه تشكيل اللحاف زي كده، بص انا عايز اقول لكم في تشكيل كبير زي كده، في حاجات ثانيه في الاوضه اللي جوه زي كده برضه هوريكم برضه. تعالوا معانا كده بصوا، عايز اقول لكم في براندات هنا ما اتعرضتش بره برضه، يعني مش اللي معروض بس اشكال، بصوا الاشكال حاجات برضو زي كده، بصوا كل ده كده في التشكيل اللي حاب برضو، حاجات براندات برضو عاليه، في السروجي في التركي في المصري في بص جميع البراندات ده موجوده بالتشكيل بتاعها زي كده، بالنسبه للكبير برضو كل ده كده، بالنسبه للسروجي برضو زي كده برضو الاشكال بتاعته كلها موجوده بالنسبه للسروجي ماشي. في لحاف البي بي برضو التركي برضو زي كده متاح منه برضو، اللام بتاعتها كلها موجوده. بالنسبه للاطفال الممكة زي كده الاطفال في الشبابي وفي الرسومات، ده متاح بالاشياء يعني ده شبابي، كل ده شبابي، ده شبابي كل ده شبابي بالموديلات بتاعته على فكره، وفي منه موديلات كتيره جدا واشكال كتيره جدا حلو قوي. ورسومات الاطفال برضه زي كده متاح منها برضه، الاشكال بتاعتها كلها موجوده بالرسومات برضه بتاعتها كلها موجوده، في المجسمات برضه بالاشكال برضه بتاعتها كلها موجوده بالاشكال كلها موجوده، اشكاله كلها موجوده. بالنسبه للكوفرتات الكابوتينيه برضه الكوفرتات اللي هي زي كده بتستخدم كوفرت او الحفصي في زي الناس بتقول اللي هي كابوتينيه برضه كده الكابوتينيه، في منها معاها طقم سرير، في منها انا بحطها والله في اوضه التكييف على طول حاجات مستقيمه جدا ومبردات لانها بتبقى كويسه جدا الكابوتونيه دي. في منها الساده اللي هو اللي عند ميت زي كده، وفي منها المشجر، وفي منها السري دي برضه معاها طقم سرير، وفي منها من غير طقم سرير. في حاجات تانية برضه الاطفال برضه زي كده متاح منها رسومات شباب ورسومات اللي هي الاطفال اللي فوق دي بالتشكيل بتاعها كلها موجوده. طب احنا عندنا الكوفرتا الكابوتينيه بتبدا معانا من كام؟ عندنا الكوفرتا الكابوتينيه بتبدا معانا من اول 550 جنيه الكوفرتا، حاجات ده دبل فيس، حاجات من اول 550 جنيه، 550 معاك لحد 1850 بالنسبه لهاند ميد والحاجات اللي هي معاها طقم سرير والحاجات اللي هي زي كده تمام. تسلم ايدك. نيجي بقى للبرونس، يعني حدث ولا حرك في شويه كميه برانس هنا حلوه. في جميع البراندات برضو في البرونس موجود، السروجي التركي سيجما تركيات حاجات، في منها كشميو، في منها من غير كشميو، في تمام اشكال كتير. ده برونس وشين، وش قطيفه وش القطن، بيستخدم معايا زي كده نفس البوستر زي كده، نفس البرونس بالظبط زي كده. وده اول عرض معانا في البرونس النهارده، عامل 700 جنيه بدل 850 جنيه، 700 بدل 850، 700 جنيه متاح منه برضه، بتاعته كلها موجوده برضه، الرسومات بتاعته كل ده ب 700 جنيه ده 700 جنيه بدل 850. كل حاجات برضه التركيات برضه زي كده، ده برنس مع طقم فوت وطقم بشاكير برضه زي كده متاح برضه، اللي بتاعته كلها موجوده نفس الشكل ده كده، 1150 بدل 1350، 1150 برضه. في سيجما برضه زي كده، ده معاه اثنين بشاكير كبار واثنين فوت برضه متاح منه برضه، اللي بتاعته كلها موجوده. في السروجي برضه ممكن زي كده، لو عايز السروجي برضه زي كده براند السروجي برضه، اللي بتاعته كلها موجوده تمام. في موديلات ثانيه برضه جوه كده نتفرج عليها، هوريها لكم كده. بالله عليكم اللايك كده مع اللايك، كل ده كده تشكيل برونس، في اللي هو الكشميو، في العاده، في حاجات مجسمات برضه زي كده، كل ده كشميو زي كده، كل ده كده كل ده برونس، كل دي برونس اللي فوق ده كله التشكيل برضه بتاعته كلها موجوده. بص كل دي برونس، احنا موجودين في البيت السوري 13 شارع الغوريه بجوار كباب ابو هاشم، ولا هتواصل معانا على الارقام برضه. ورجعنا يا جماعه رجاء ما تنشيش مع السمسار، عشان السمسار ما يضركيش، لان السمسار مش هيديكي حاجه ببلاش ولا هيديكي حاجه، لا 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 ممكن يوديكي مكان تاني، بياخد عليكي نسبه، اقصى حاجه ان هو بياخد ما بعليه ان هو بيوديكي المحل بياخد نسبه، اكتر من كده ما بيعملش، ما حدش حد يقعد يتحايل عليكي بحاجه كده وخلاص، لا هيتحايل عليكي عشان مصلحته تمام. احنا قلنا حاطين برضه على السمسار والحاجات زي كده، بنقول كذا مره احذروا من السمسار يا جماعه، عشان محدش يضرك ولا حد يغشك، واشتري من المحل اللي انت عايزاه، مش بالشرط تشتري معانا، تمشي في الشارع وتشتري، احنا موجودين في البيت الغوريه، بيت السوري 13 شارع الغوريه بجوار كباب ابو هاشم، ولف السوق واشتري زي من اي محل يعجبك، ما تجيش حد ان انت تشتري بالعافيه ولا كده، لا انت تعالى اي مكان يعجبك اشتري منه عندنا، واحنا عاملين برضه بالعرضات اللي احنا عاملينها، واي حد يجي ينورنا في اي وقت. الله يخليك، كلك زول، تعبتك معايا وشكرا جدا. العنوان بالتفصيل هينزل لكم صور في نهايه الفيديو. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان، احنا واقفين دلوقتي قدام دخله الغوريه، وده مسجد الغوري يا جماعه زي ما انتم شايفين. هنيجي هنا ازاي بقى؟ بصوا احنا هنمشي في الشارع ده لحد تاني دخله شمال،
وهقول لكم برضو توصلوا هنا ازاي. احنا موجودين في قلب الغورية، ده المدخل بتاعها، تقدروا تيجوا عن طريق رمسيس، تركبوا عربية بتودي الغورية من عند مسجد الفتح اللي في رمسيس، وتقدروا تيجوا محطة مترو العتبة. اول ما تخرجوا هتلاقوا عند الجراج العربيات السوزوكي اللي ماشية قدامكم دي، اركبوا فيها قولوا له عايزين نروح عند الغورية، شارع الغورية، هينزلكم مكان ما انا واقفة كده، هندخل مع بعض جوه عند كبابجي ابو هاشم يا جماعه. ما تسالوش حتى على البيت السوري، اسالوا على كبابجي ابو هاشم، واول ما توصلوا هناك اسالوا على البيت السوري. ده المسجد زي ما انتم شايفين، وهنفضل ماشيين. وخلي بالكم من السمسره، لان المكان مليان سمسره يا جماعه، وممكن ياخدكم يقول لكم احنا البيت السوري وتعالوا. ما تسالوش على المكان، ادخلوا بس قولوا فين كبابجي ابو هاشم، البيت السوري في وش كبابجي ابو هاشم على طول. هيقابلنا قال جد كده، هنمشي ونكمل على طول. احنا هندخل تاني دخله شمال تقابلنا، ده سنتر الدار درك برده. انا طول ما انا ماشيه بديكوا دي المؤسسه الدوليه، هنمشي بعدها برضو زي ما انتم شايفين، طول ما هيلاقي يوفط واحنا ماشيين كده هوريكم. بعد المؤسسه الدوليه دي تاني داخله شمال هندخل فيها على طول، هنلاقي هنا برضو مكتوب كبابجي عبد العليم زي ما انتم شايفين. هنحوي اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. هنفضل ماشيين مسافه قصيره خالص يا جماعه لحد ما نوصل عند البيت السوري. اسالوا يا جماعه اول ما تنزلوا على كبابجي ابو هاشم، وما تروحوش في اي سمسار خالص يا جماعه، اسالوا بس كده، وهيقابلكم برضو فوقش ده مطعم كده، هنكمل ونمشي بعده. المسافة قريبة جدا، واللي يروح يقول تبع يوميات مكة، وبلاش يا جماعة تمشوا مع حد، معاكم العنوان لحد المكان اهو زي ما انتم شايفين كده. كنا وصلنا خلاص، ده يعتبر المعرض بتاعهم، والمخزن فوق، اللي هيجي يطلع المكتب ينقي براحته زي ما انتم عايزين، واللي يروح يقول تبع يوميات مكة. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.